رجعنا لكم مرة تانية، طلبة سنة تانية ثانوي. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الساعة وكل حاجة عن الساعة، طبعا الرابط أسفل الفيديو، ما تنسوش تشتركوا وكده. النهاردة هنتكلم عن الأفعال المنفصلة اللي هي ترين باري فيربن، الأفعال المنفصلة. سنتر العبقري قناة تعليمية لبناء وتأسيس الطالب العبقري، فهي تقدم شرح المناهج الدراسية في جميع المواد، بالإضافة إلى حل التدريبات والمراجعات وأيضا حل الامتحانات. فهي تكفي الطالب علميا وتوفر عليه وقتا وجهدا ومالا. لذلك سارع الآن بالاشتراك في القناة، وانتظرنا من بداية الفصل الدراسي الثاني، واضغط على علامة الجرس كي تتابعنا وتشاهد أول فيديوهاتنا. وأنت أيضا لك دور في نشر هذه القناة بين أصدقائك كي تعم الفائدة بينهم، فقم بعمل إعجاب للفيديو وانشره الآن. من اسمها بيبان ان هي عبارة عن جزئين بينفصل جزء عن جزء، وليكن مثلا انروفن. ايوة انا سامعك بتقول ان ان جزء وروفن جزء تاني، ففعلا ان بتنفصل عن روفن وبيجي في اخر جملة. ايه اللي بيجي في اخر جملة؟ اللي هو الجزء الاول. الجزء الاول ده بيجي في نهاية الجملة جنب البونكت، اما روفن اللي هو الفعل بيتصرف حسب فعل الجملة. unroofing بمعنى يتصل. وليكن مثلا ازاي ندخله في جملة بالطريقة ديت، مها روفت ماما ان. فهتلاحظ ان الفعل roofing طبعا رقم اتنين في الجملة بيكون الفعل، وان بيكون في نهاية الجملة، ام ان دي في نهاية الجملة. تمام كده، وهكذا. انت ما عليك بس اللي انت تحفظ البادئة والفعل، وليكن مثلا اوف اشتيهن. اوف اشتيهن ده فعل تاني من الافعال المنفصلة بمعنى يستيقظ. الفعل يستيقظ بمعنى اوف اشتيهن. طبعا انت خلاص عرفت القاعدة، الاوف بينفصل عن اشتيهن وبيجي في نهاية الجملة. على سبيل المثال ايش انا اشتهى فرو مورجن اوف. ايش اشتهى فرو مورجن اوف؟ انا هصحى بكرة بدري. وليكن مثلا الفعل عندي هو يا جماعة رقم اتنين في الجملة، واوف انفصلت عنه جات في نهاية الجملة. تمام كده، يبقى ما ينفعش اقول اوف وتيجي مع روفن، ولا ينفع اقول ان مع اشتيهن. يبقى كل فعل ليه بادئه خاصه به، زي اوف اشتيهن مرتبطين ببعض، وان روفن مرتبطين ببعض. هيجي برضو الطالب المميز هيقول له يا مستر في فعل تاني، وليكن مثلا اوف رويمن. اوف رويمن واوف اشتيهن الاثنين دلوقتي معاهم البادئه اوف. اوف رويمن فعلا، ولكن المعنى بيتغير تماما. ده ليه معنى ودي ليه معنى. اوف اشتيهن يستيقظ، اما اوف رويمن يرتب غرفة او شقة، يرتب ينظم غرفة او شقة. فكده لها معنى وكده لها معنى تاني خالص. ندي مثال على اوف رويمن عشان الموضوع يبقى اسهل. هنقول مثلا ام فوخن اند في نهاية الاسبوع. ام فوخن اند رويمة ايش ماين سمر اوف. في نهاية الاسبوع ام بوخن اند في نهاية الاسبوع رويمة، يبقى الفعل برضو رقم اتنين في الجملة، واوف جات في نهاية الجملة اند اوف رويمن. تمام كده، فمنفعش هقول مثلا هنا اوف اشتهن اجيبه مكان فعل اوف رويمن، لان ام فوخن اند اشتهي ايش ماين سمر اوف، يبقى كده انا تبقى صح غرفتي، يبقى المعنى يتغير والتليفون جه والدنيا طلعت. لسه في تكه صغيره يا جماعه في الافعال المنفصله، وهي امتى يجي الفعل المنفصل في نهايه الجمله في المصدر. طبعا بيجي مع الفعل مشتن اللي هو بيحتاج المصدر ايا كان. هجيب مثلا فعل منفصل وليكن فيرن زيهن. فيرن زيهن، فيرن زيهن ده عبارة عن بدأ فيرن وزيهن اللي هو الفعل، بمعنى يشاهد التلفاز.
هحطه في جملة وهدخله برضو في جملة مع الفعل مشتم. هقول مثلا ايش زيه جر ام ووخن اند فيرن. ايش زيه جيرن ام ووخن اند فيرن؟ يعني انا بحب اشاهد التلفاز في نهاية الاسبوع. لو انا دخلت معهم الفعل المشتن في الجملة، الفعل المشتن ده فعل مساعد، هيتصبح الجملة ايش مشت جيرن ام ووخن اند فيرن زيهن. هقول ساعتها فيرن زيهن. هنا الفعل جه على بعضه، ما انفصلش ولا حاجه، جه على بعضه في اخر الجمله في المصدر. ففي الحاله دي يا جماعه لما يجي الفعل مشتن او الفعل فولن اللي احنا هنشرحه كونن ايضا، هيجي معهم المصدر حتى لو كان فعل منفصل، بيجي على بعضه في اخر الجمله. طبعا في قاعدة البيرفكت برضو هيتم شرحها في قناة العبقري، برضو بيجي معاهم الفعل المنفصل في نهاية الجملة ولكن في التصريف الثالث. جزئية أخرى في الفعل الأفعال المنفصلة هو الفعل الزيهن ده يا جماعة. لو احنا أخذنا الزيهن فيها ملحوظة في الزيهن اهيت، ان الاي بيتم تحويلها الى اي اي. خلي بالك برضو بيجي معاك في القواعد السؤال ده، ان الاي بيتم تحويلها الى اي اي مع الضمير دو، مع الضمير دو وار واس وزي فقط. يعني لو انت قلت انت تشاهد التلفاز، خلي بالك ساعتها هتقول دو زيست، هيبقى بالشكل ده، فشكله هيتغير عن زي هي، لان الاي بيتم تحويلها الى اي اي مع الضمير دو وار واس وزي. دو زيست جيرن فيرن، جيرن فيرن. دي برضو جزئية مهمة جدا لتكات الامتحانات. بقى في فعل تاني اسمه انفانجن. انفانجن، انفانجن من الافعال المنفصلة اللي بيتم فيها تحويل الاي الآ الى آ أملاوط. الآ بيتم تحويلها الى آ أملاوط مع الضمير برضو دو وار واس وزي. والافعال دي برضو هنعمل لها حلقة خاصة بها، التحويلات، المجموعات اللي بيتم فيها تحويل متحرك الى متحرك اخر. ولكن هنا بصدد ان احنا لازم نبين لكم، لان دي تكه بتجي لكم في الامتحان وبتكون هي اللي هيقفل بيلعب على التقفيل، بتبقى هي التكات دي. الفعل انفانجن بمعنى يبدا، هتقول مثلا دير فيلم، دير فيلم فينجت. في املاوت جه ما عندي اهوت، هنا ما كانش في املاوت ولكن هنا اتحول الاملاوت، لان دير فيلم لو انا جبت الضمير الشخصي بتاعه ار، واتفقنا ان التحويلات ديت بتتم مع دو وار واس وزي. فدير فيرم فينجت ام اخت اور ان. البدايه ان جت في نهايه الجمله، والفعل فانجن اتصرف مع الفاعل دير فيلم على انه ار، فبالتالي اخدتيه والآ اتحولت لآ املاوت. فدي ملخص سريع جدا لبعض التكات اللي بيجي في قاعدة الأفعال المنفصلة، سواء جه الفعل مشتن بيجي معاه المصدر في نهاية الجملة، سواء جه الفعل الزيهن بيتحول فيه الإيه إلى إي إي، سواء جه الفعل فانجن بيتحول فيه الآ إلى آ أملاوت. وكل التحولات اللي بيتم تحولها المتحرك إلى متحرك آخر بيتم مع دو وإر وإس وزي فقط، اما باقي الضمائر ما بيتمش فيها تحويل. والقاعده دي طبعا هيتم تناولها على قناه العبقري ايضا في حلقه خاصه بها عشان الامور تكون بسيطه ان شاء الله. وطبعا بعد ملخص القواعد دي يا جماعه، او ملخص الالماني المنهج سنه ثانيه ثانوي، في حل الاسئله طبعا، انتظرونا طبعا، تابعونا دايما، هتلاقوا الموجود حل الاسئله اللي هتاهلكم لنظام البوكلت الجديد ونظام التابلت ان شاء الله. والسلام عليكم.